اليوم دوزنا حنايا شعبة ديال الأدب، وكان تحطوا لنا دائرة الشعر الحديث في المؤلفات، كانت سهلة. داكشي صراحة قريناه، ماشي ما قريناهش، غير هو بالنسبة لداكشي كيصعبوا لينا. كنتمنى من الأساتذة اللي كيحطوا الأسئلة ديال الامتحانات يراعيو شوية لدوك الناس اللي ما عندهمش، بالنسبة لكاين الناس اللي ما عندهمش الانترنت في الدار باش انهم يراجعوا ولا شي حاجة. كنتمناهم يعرفوا النيفو ديال القراية ديالنا حنا في المغرب هنا، ويعرفوا كيفاش يحطوا الأسئلة. أما بالنسبة للنصوص كان سهل شوية بالنسبة اللي كيخدم نيت، غير هما كيحطوش داكشي في المتناول. كذب عليك الكذاب يقول لك حط داكشي في المتناول، يعني بنادم يقدر يجيب غير 4 ديال النقط ولا 3 ديال النقط، هو راه النصوص على 14 نقطة. فكنتمنوا من الناس اللي كيحطوا الاسئله ديال الامتحانات يراعيو شويه من هنا لقدام، وكيبغوا يحطوهم بواحد النيفو ديال هما كيفاش قراو به شحال هادي. وهذا ما كان، واليوم كان داكشي الحمد لله. كنتمنوا العشيه تكون لونجلي سهله، وهادشي اللي كنتمناو. العربيه دوزناها في المتناول، كانت مزيانه، هو فريد، ولكن فهمتيني خاصها تكون حافظ موجد، داكشي هو هذا. وتحيه للاساتذه اللي خدموا معنا. والاستاذ عصام خداش احسن. العربيه عطاونا الشعر، عطاونا الشعر، هو هذا قصه، عطاونا ديك اللص هو الكلب، فهمتيني؟ عطاونا داكشي كان في المتناول، داكشي ساهل. لا كلشي جاوب، ما هادشي ماشي بحال داكشي دوزو سونس فيزيك وداكشي، داكشي صعبوا معاه هو كي حنا دوزو معنا مزيان. علينا الخطاب السر ديال هادشي واخا هكاك داز زوين. الامتحان كانت متناول الجميع، اللي حافظ راه غادير شي حاجه، اللي ما حافظش والو. بالنسبه انا مسلك العلوم الانسانيه جاني نص نظري، والحمد لله توفقت فيه. حتى من ناحيه الاسئله كيفاش محطوطين، كيف ما كتحط الامتحان، ماشي بالنسبه ماشي بحال العلوم. صحاب العلوم تحط لهم بحال المات، تحط لهم بطريقه ماشي هي اللي كيتحط بها الفرد بحال الجيمه، يعني الناس راجعوا حاجه ولقاو حاجه. فكنتمنى التوفيق لكاع الناس وصافي. صراحه داز كلشي مزيان، حطنا الرومانسيه، صراحه الرومانسيه سهله والله. بعدا تسالوا معانا، الحراسه ما كايناش بزاف. المهم ان شاء الله نجحوا باك اون بوش. المهم دابا العشيه عندنا لونجلي، نشوفوا شنو نديروا فيها. المهم صراحه العربيه دازت كلشي مزيان، حطنا الرومانسيه كما قلت في الاول، كلشي داز مزيان الحمد لله. انا بغيت ينجح، دوزنا الحمد لله مزيان. المهم في الاول كان واحد التخوف، ولكن الحمد لله داكشي اللي رجعنا تحت لينا نيت، داكشي اللي كنا باغين. والصراحه حتى بالنسبه للمؤلفات ما كانوش صعاب، يعني اللي يحفظ شي حاجه غادي يديرها. وبالنسبه للحراسه صراحه كانت، ولكن بنادم اللي موجد راه غادي يحط. حطوا لينا نص نظري، وفي المؤلفات حطونا ظاهره الشعر الحديث. الاغلبيه جاوبوا لان داكشي اللي كانوا نيت متوقعين هو بالفعل اللي تحط. الحمد لله داز مزيان، نتمنوا حتى المواد الاخرى تدوز ان شاء الله مزيان. شكرا. لا الصراحه ما كايناش، لان من الباب كيتسكانيو، يعني ما كايناش لا محاوله غش لا والو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.